جدد ثقتك في نفسك بهذه الطريقه النفسيه الرائعه. الحقيقه الفكره اللي انا عايز اقولها لكم ان مساله الثقه في النفس لها بعدين. بعد له علاقه بتكوين النفس ومتانه النفس وقوه النفس من الداخل، وله بعد خاص بالادوات العمليه في الحياه. انا مش هتكلم على الادوات العمليه في الحياه، لان تجديد الثقه في النفس له علاقه بقى انك تبقى متعلم احسن، وانك دارس احسن، وانك فاهم اكتر، وان عندك مستشار احسن، وانك بتشتغل اكتر. كل دي حاجات لها علاقه باداره الحياه. انما انا هتكلم في تجديد ثقتك في نفسك من زاويه انا بقى جوه ازاي. حتى لان في ناس ناجحه جدا 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 ومتعلمه كويس جدا وما عندوش ثقه داخليه في النفس، دي مشكله نفسيه. فانا بتكلم على الحته دي، نفسك من الداخل. نروح لعلم النفس الايجابي، بيقول لك حاجه عجيبه قوي. بيقول لك الانسان كائن اعتمادي لا يستطيع ان يكتسب الثقه في نفسه دون وجود سند. ده كلام علمي. انت مهما كنت ممتاز 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 رائع وامكانياتك عاليه، عندك حته ناقصها ثقه. ايه الحته دي؟ عباره عن ايه الحته دي؟ وجود السند. لان الانسان كائن اعتمادي. مين اللي بيقول الكلام ده؟ علماء علم النفس الايجابي البوزيتيف سايكولوجي، تحديدا مارتن سليجمان اول واحد قال الفكره دي، وبعدين عملوا عليها ابحاث. لكن الانسان بدون شعور ان هناك سند يسنده يشعر انه مفتقد للثقه، مهزوز الثقة حتى يجد السند. السند بقى قد يكون بابا، قد يكون ماما، قد يكون عم فلان، قد يكون فلوسي، قد يكون مش عارف مين. لازم في سند، بس في سند ثانوي، لأن السند الثانوي البشر بيموتوا، لكن في سند لا يموت، الله سبحانه وتعالى. عشان كده الآية بتقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. ليه توكل على الحي؟ الوكيل او التوكل على الله هو السند. اشمعنى الذي لا يموت؟ ليه تروح لسند بيخلص؟ ليه تروح تتوكل على الاموات؟ اتوكل على الحي الذي لا يموت. منطقي يعني، الايه منطقيه، روح للسند الدائم الذي لا ينقطع. طيب بناء على هذا الكلام، ايه بقى نصيحتك ليا عشان اجدد ثقتي في نفسي داخليا؟ نصيحتي ليك عشان تجدد ثقتك في نفسك بقوه هي الكلمه اللي انا هقولها لك دلوقتي. إذا كان الله يكفيك فلن يقدر عليك أحد. سند كلي وتوكل كلي وكفاية كلية. يعني إيه كفاية؟ أنا ربنا يكفيني، وده شعورك الداخلي، أنا كفاية عليا ربنا. يعني إيه كفاية عليا؟ أنا مش محتاج حد تاني. أنا بسعى وبصلح، مش معنى كده ان انا ما بخبطش على ابواب الناس، ده جزء من توكلي على الله ان انا بخبط، لان هو اللي امرني بكده، تطلع احسن ما عندك. لكن انا من جوه عامل ازاي؟ انت كفايه يا رب. لو وصلت داخليا لكلمه انت كفايه يا رب سيكفيك الله، يعني ايه؟ محدش يقدر عليك. بص الايه في القران، فسيكفيكهم الله. يعني ايه فسيكفيكهم الله؟ على قد ما ربنا يبقى كفيك جواك هو يكفيك. يكفيك الله في داخلك فيكفيك الله في خارجك. يعني البدايه من عندي. ايوه البدايه من عندك، من جواك. ربنا يكفيك؟ اه ربنا يكفيني، يبقى ربنا سيكفيك الناس ويديك القوه الداخليه. ايه ده؟ يعني هي هما كلمتين، الكلمه لها اتجاهين. هل ربنا يكفيك؟ اه والله طبعا ربنا يكفيني، يبقى سيكفيك. ده لها معنيين، ده دبل مينينج. يكفيك، ابدا بنفسك، ها؟ يكفيني، يبقى سيكفيك. فسيكفيكهم الله. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئ ان الله يكفيني. دي نقطه نفسيه رائعه. الله يكفيك بجد يا جماعه. ممكن تسال الله يكفيك؟ كفايه عليك ربنا؟ شفت معنى كلمه حسبي الله ونعم الوكيل؟ يعني ايه؟ حد فكر يعني ايه كلمه حسبي؟ يعني ايه حسبي الله؟ يكفيني الله. ايه ده معناها؟ ونعم الوكيل لانه يكفيني. هو يا بختي، ده ما فيش وكيل احسن من كده. السند ياتي بعد سؤال، ربنا يكفيك ولا ما يكفيكش؟ رد، يبقى سيكفيك. والله العظيم يكفيني، ها؟ من جواك، على قد ما يكفيك جواك على قد ما سيكفيك.
ايه المعادله الرائعه دي؟ انت تعمل الجزء الاولاني وهو يعطيك الجزء الثاني. عرفت يعني ايه كلمه حسبي الله ونعم الوكيل؟ عرفت يعني ايه فسيكفيكهم الله؟ عرفت يعني ايه بقى وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله نصيرا يعني وكفى بالله شهيدا لو كل الناس مش شايفه عملك؟ وكفى بالله شهيدا لو كل الناس ضدك؟ وكفى بالله نصيرا لو كل الناس سابتك وما فيش حد واقف جنبك؟ وكفى بالله وكيلا. لا الله، ربنا يكفيك. ايه القوة النفسية دي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. بداية التوكل على الله إيه؟ سؤال قبل ما يقول ونعم الوكيل قال حسبي الله، يكفيك ولا ما يكفيكش؟ رد على قد. طب إزاي خليه يكفيني؟ زود الذكر، زود كلمة حسبي الله ونعم الوكيل في ذكرك، قول لا إله إلا الله كتير، قول البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذكر يقوي داخلك، والصلاة يقوي داخلك أن الله يكفيك. كل ما يزيد جواك أن الله يكفيك زود الثقة في نفسك. ليه؟ لأنه سيكفيك، ما تخافش. أما معنى قوي بشكل، عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هذا الدعاء؟ احفظوه يا جماعة، لو حد عايز يأذيك اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا رب اكفيني إياه، فكرة الكفاية. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سراقة بن مالك عايز يمسك النبي والنبي مهاجر من مكة إلى المدينة وأبو بكر بيقول له يا رسول الله هيلحقنا يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر خلفه ويقول اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، فيقع سراقة بن مالك. التانية يقوم ويركب الحصان بتاعه ويحاول يقرب، اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. شعور الكفاية يجعل الله يكفيك. ثقتك في نفسك يحصل لها إيه؟ إلى أعلى وإلى أعلى وإلى أعلى. هو ده معنى حسبي الله ونعم الوكيل، أنت تكفيني يا رب فتوكلت عليك ونعم الوكيل. كل ما زاد إحساسك الله يكفيني، كل ما كفاك الله، كل ما ازدادت ثقتك في نفسك، كل ما قدرت تاخد خطوات شكلها كانت صعبة عليك لأن الله كفاية عليك. أتمنى لكل حد سمعني النهاردة يبدأ يكبر جواه بالذكر أن الله يكفيني، ويشوف ثقته في نفسه داخليا مع العلم بقى والجهد، عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، مع العلم والجهد و و و و وتفرج، هتعيش والله هتعيش حياة أحسن. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.